شريف، يعني طبعا من الحاجات الظريفة اللي اتقالت، وانت كنت فعلا كده يعني دايما عندك روح عالية جدا، ومن خلال كلامك معانا ان حتى في خلال التدريب بتقاتل عشان تبقى موجود، وده ده ده انا بحب اللعيبة اللي كده، يعني ما بحبش اللعيب اللي هو كسلان شوية، لا انت من نوعية اللعيبة كده، وان شاء الله تبقى نوعية مدرب من هذا النوع، ان دايما تحب البطولات، وانت عشت بطولات في النادي الاهلي. فايه رايك في النادي الاهلي اولا في الدوري ان شاء الله يعني يكون إن شاء محسوم، الله بإذن وكمان الله. على الجانب الاخر الاهم مباراه الوداد المغرب؟ أكيد طبعا، يمكن الحمد لله النادي الأهلي الفترة اللي فاتت دي، أنت بتتكلم مفنش البطولة، يمكن الناس عايزة تحسم أصلا، كانت مش عايزة الدوري يتلعب عشان خلاص الأهلي كده كده هو حاسم اللقب يعني، فدي حاجة تحسب للأهلي. النادي الأهلي احنا واحنا بنلعب حتى الحمد لله، يمكن كنا في سنة احنا فرق 12 بونت عن الزمالك، كان هو الزمالك كان في المركز الثاني، كان هو المركز الاول واحنا مركز، كنا فارق 12 نقطه. فيمكن انا كنت بقابل الناس في الشارع بيقولوا لي الدوري خلاص راح منكم يا كابتن وبتاع، قلت لهم يبقى انتم ما تعرفوش النادي الاهلي خلاص، لان احنا كان دايما في الغرف المغلقه بيبقى فيه كواليس كتير، يمكن الكابتن كان عارفها، كان ايام الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود خطيب لما كان بيجي يخش يتكلم معانا، لما كان بيحصل اي مشاكل حاجات كده صغيره كان يخش يجي لنا مره او مرتين طول السنه، هي مرة ومرتين بيخش الأوضة معانا في الاجتماع الكبير، أنت ما تفكرش في حاجة خالص، فكر كورة بس، تاكل تشرب تنام كورة، أي مشاكل تانية بتاعتنا احنا. هي دي بقى حتة الإدارة اللي بنتكلم فيها، والحمد لله النادي الأهلي ماشي على الخطة دي بقاله كتير جدا، وعشان كده النادي الأهلي غير، عشان كده النادي الأهلي الناس كلها بتحاربه، عشان كده النادي الاهلي الناس كلها نفسها بص عليه هو مش مركزه مع نفسهم. يعني دايما انا رايي ان يعني بحب دايما ايه، ما هو الناجح دايما الناس بص عليه، ما هو انت لو صح. مش ناجح انا هبص عليك ليه؟ صح. انت مش لو مش رقم هتلفت واحد نظري أصلاً. انا هبص مش عليك ليه؟ بس القصه الاغرب انك الناجح اللي بتبص له ممكن تشتغل تبقى ناجح زيه، لكن انت بتعمل انك عايز تفشله عشان تبقى انتوا الاثنين فاشلين. دي القصه الغريبه بالموضوع يعني. هو دايما النادي الاهلي الحمد لله بيبقى سباق بكل شيء، الحمد لله النادي الاهلي دلوقتي يمكن بطوله الدوري محسومه بشكل كبير جدا، وانا نفسي ان شاء الله يكملوا على كده بنسب مكسب كبيره عشان تحقق سكور، دي كله بيتكتب في التاريخ طبعا، في موسم كذا كذا عدد نقاط عالي. طبعا ده كله بيتكتب في التاريخ. صحيح. النقطه الثانيه طبعا الماتشات الافريقيه اللي جايه، عندنا ماتش الوداد ده ماتش مهم جدا، الكره المغربيه بالذات مميزه طبعا، كابتن هاني انت عارف حته السرعه وحته المهاره وحته العقليه المنتاليتي عندهم عالي جدا، طريقه التعامل مع اللعيبه في الملعب ازاي بيخرجوا من الجيم بالشكل اللي هم عايزينه، بالذات لو رحت عندهم هناك هتلاقي صعوبه كبيره جدا، بيعرف ازاي لو بيلعب على ملعبك يخرجك بره الجيم تمام، انت بتتعامل مع لعيبه كان عندنا وليد ازارو نسخه منهم ليه يعني عقليه مختلفه، بيلعبوا بطريقه مختلفه، كاركتر مختلف طبعا. سوري عندهم عارف لعب الشوارع يا كابتن؟ ده لفظ مش عايز اقوله، ده مش ده اصل لفظ ما صايع في الكوره يعني، صايع في الكوره لفظ مش وحش يعني. خلي بالك يعني في احنا عندنا في لغه الكوره اسمه صايع في الكوره اللي هو حريف قوي في الكوره، طبعا فاهم قوي في الكوره، زي اللعيبه البرازيليه كده، لعيبه البرازيلي الوحيد هو بيبقى كده في الصفه دي. فالماتش ده هيبقى صعب جدا، صعب جدا ماتش الذهاب هناك. طبعا صعب جدا، انا دايما الماتشات الكبيره دي ببقى محتاج قوي قوي ابقى مقفل بشكل كويس، انا مش محتاج ان انا جازف مع فرقه زي دي هناك، انا مقفل خطوطي بشكل كويس عن الثلاث خطوط بتوعي لازم يبقوا قريبين من بعض، مقرب مساحاتي، عامل كلوز ملعب كويس قوي، ده هيفرق معايا كتير قوي، كل ما بتضايق المساحات بس انا مش عايز اضغط نفسي، انا برضه هتكلم مش عايز اتكلم قوي في الحته الفنيه لان بيبقى المدير الفني اضرب الفرقه اللي بيلعبها، شايف لها فيديوهات كتيره جدا، مستر فايلر على اعلى مستوى، مدرب على اعلى مستوى، مع لعيبه على اعلى مستوى، كل لعيب في النادي الاهلي هو لعيب اساسي طبعا، كل لعيب موجود في النادي الاهلي هو لعيب اساسي، النادي الاهلي طول عمره كده، كل لعيب انا مش عايز اي لعيب موجود في الفرقه يفتكر ان في ذبذبه او الجمهور يبقى عندها شك في امكانيات اللعيبه بتاعتها، لا احنا سبورت للعيبه للاخر، اللعيبه اللي موجوده دي كده كده النادي الاهلي احنا بنبني جيل جديد، بنبني فريق جديد، النادي الاهلي بيطور منظومه زي قاعده الناشئين دلوقتي بتتطور ان شاء الله عشان تخدم الفريق الاول. انا عايز اتكلم بقى على الموضوع ده لان قدامنا خمس دقايق، طيب وان شاء الله ربنا يكرمنا في افريقيا و